جولة فنية وثقافية بنبلشها من نشاطات الدورة الأولى لمهرجان المسرح الأوروبي يلي عم بيستقبله مسرح المدينة. ضمن العروض المواعيد المقبلة رح بتكون معارض من الدنمارك بيحمل عنوان سترينجر أو اللجوء. العروض رح بتكون ب 8 و9 الشهر على الساعة 8:30 مساءً. من مسرح المدينة مننتقل إلى استوديو زقاق يلي بدوره عم بيستقبل عمل مسرح جديد بيحمل توقيع كارلوس شاهين. المسرحية بعنوان إليزيون وهي من تمثيل كارول الحاج، سيرينا شامي، جوزيف زيتوني ووسام فارس. العروض رح بتكون من 18 ل 21 تشرين الأول باستوديو زقاق. عم نشوف بعض المشاهد من عمل سابق للمخرج كارلوس شاهين بعنوان كارناش. شفنا كمان عمل بستان الكرز. رح نتابع هلا الى مسرح الجميزه وعمل مسرح جديد بعنوان غطه من بطوله نالي معتوق ورالف معتوق، والعمل من اخراج يمنى مؤديه. العروض بتنطلق هالاربعاء على خشبه مسرح الجميزه ورح تستمر كل اربعاء خلال شهر تشرين الاول على الساعه 9 المساء. تاني مره الحياه بتمسكني من الايد اللي بتوجعني. اول مره لما رسمت لي طريق انا ما نقيته وجبرتني امشي فيها، وتاني مره لما ننتقل مع دورة جديدة من الميوزيكال دب عبدات، الاحتفالية الموسيقية اللي عم تستقبلها بلدة بعبدات بصورة سنوية. الموعد الانطلاق رح بيكون ب 27 شهر مع أمسية بتجمع عدد كبير من الفنانين من بيناتهم ريبال ملاعب يلي رح يلعب على آلة الفيولا وعزف مقطوعات لبرامس شومان وغيرون. الحفلة رح بتكون على الساعة 8:30 المساء بكنيسة مار أنطونيوس البدواني ببعبدات. ننتقل إلى مركز معروف سعد الثقافي بصيدا، واليوم الموعد مع أمسية صوفية بتجمع الشيخ أحمد حويلي وزياد سحاب. الموعد ابتداء من الساعة 8 المساء. وغاب عن المذكور إلى البلونوت كافي، والموعد اليوم لكل محبي الجاز مع أفو توتون جيان سكستات. فرقة سداسية رح بيقدموا مجموعة من المقطوعات الموسيقية اللي بتتراوح بين الجاز وصولا إلى البوسانوفا. الأعمال المسرحية الجديدة عم بتكون كتيرة خلال هالشهر، والموعد كمان مع عمل جديد بيحمل عنوان انترا موروس. هي مسرحية فرنسية حققت نجاح كتير كبير أثناء عرضها بفرنسا. الجمهور اللبناني رح بيكون عنده فرصة متابعتها ب 26 27 و28 الشهر على خشبة مسرح البستان بأوتيل البستان ببيت ماري. العمل من إخراج أليكسيس ميشاليك يلي حصد جائزة موليير لأفضل مخرج مسرحي واعد، وهالمسرحية بتجي بالتعاون مع Persona Productions. De l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire. Hop. بالتعاون مع الانستيتيو الفرنسي دو ليبان بيقدم الميوزيك هول ووتر فرونت فرقه الراب الفرنسيه اي ام يلي رح بيقدموا امسيه ب 9 شهر على الساعه 8 مساء. Pourquoi confier mes créés dans le boulot tête claire Mon imagination j'espère J'écris mes PO des cages à la fin Au jour le jour mettrai ça مسكون فانتاستيك فيلم فاستيفال. هالمهرجان يلي بيعرض افلام الرعب والخيال والفانتازيا بيرجع بدورته الثالثه. الموعد رح بيكون ب 31 تشرين الاول وبيستمر لغايه 4 تشرين الثاني، وعروض لمجموعه من الافلام من البلاد يعني من بين امريكا فرنسا وغيرها من البلدان بالاضافه الى البلدان العربيه، ومسابقه للافلام القصيره، ماستر كلاس خاص عن الفريد هيتشكوك، سيني كونسير وجلسات نقاش. تابعا بنكون مع اهم العروض.
جمعية التعاضد الاجتماعي إلى معرض الموني السنوي الثالث بحضور ومشاركة الشيف أنطوان، واللي رح يتضمن طبعا سوق لبيع المنتجات البلدية والموني من إنتاج أهالي مزرعة الشوف. الموعد رح بيكون بكرة بسبعة الشهر من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 7 المساء بدار ألف بيان الجديدة بمزرعة الشوف. عم نشوف بعض المشاهد من السنة الماضية. من ستي ومن جدي سالم بقيولي تذكار قدام دكاني وحدو لبركة مار، كنا نشوف السما فيها وكل ولاد الحي والضيعة فضية والبركة فضية. اليوم وبكرة العرضين الأخيرين لمسرحية فرقة عشواء، أو بالأحرى هي مجموعة مشاهد 14 مشهد جمعوها طلاب محترف لاتوليي دي جو بعمل مميز كتير. العروض الأخيرين رح بتكون اليوم وبكرة على الساعة 8:30 مساء على خشبة مسرح دوار الشمس. مهرجان الفيلم السينمائي بدورته الثالثة ما بقى إلا نوصل أو almost there على درب العدالة بيرجع، وهو مهرجان بيعرض الأفلام عن الهجرة وحقوق الإنسان. المواعيد رح بتكون ب 12 13 و14 الشهر، ورح يتضمن عرض في 14 فيلم وثائقي وروائي، وهو من تنظيم مؤسسة هنريك بول وبالشراكة مع السفارة السويسرية متحف سرسوق ومعهد جوتي. مع هالخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية لليوم. اليوم السبت موعد ثابت مع زميلتنا وردة ضمن سالون السبت وضيف الأديب ألكسندر نجار، بالإضافة إلى الرأي العام. سالون السبت 8:30 صباحا إذاعة الشرق. كيف وضع الطرقات؟ خلينا ناخذ فكرة. إلى غرفة العمليات مشتركة بهيئة إدارة السير مع المشغل الياس الحصان يلي صار معنا على الخط لنعمل معه جولة على الطرقات. مرحبا الياس. أهلا، كيفك؟ الحمد لله، أنت يلا كيف؟ تفضل. حركة السير عم تكون طبيعية على مدخل الشمالي نهر القلب، ضلم كفية هيك باتجاه دبي، وبنشهد حركة سير ضغطة جدا على أنط الياس باتجاه جل الديب بسبب الأشغال اللي عم تكون على جل الديب. أوكي، ترجع لطبيعتها من الفورم باتجاه الوسط، حركة سير جدا طبيعية عم تكون. أنا على بولفار سن الفيل الماز حركة سير جدا طبيعية، بتضلم كفية هيك باتجاه الصالومة وصولا إلى جسر الوطي. أوكي. بالنسبة للسبورت سيتي حركة سير أيضا عم تكون طبيعية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سليم. أما المدخل الشرقي الصياد أيضا حركة سير عم تكون طبيعية باتجاه الاوتوستراد الرئيسي من لحود، أن على مستدرة العلي أيضا حركة سير عم تكون طبيعية. هذا بالنسبة لحال الطرقات لليوم. بالنسبة للحوادث تسجل عنا 19 حادث ناتج عنهم 3 قتلى و27 جريح للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة الزيادة الرادار تسجل عنا 902 مخالفة بال24 ساعة الماضية. نتمنى من جميع السائقين التزام قانون السير، ونطلب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @يمسي لبنان أو على فيسبوك غرفة تحكم مرور، لنفيدهم كل جديد عن قطع الطرقات. وهذا كل شيء حتى الساعة. شكرا لياس، يعطيك العافية. نحن رح ناخذ فاصل جديد، نرجع من بعده الأخبار صباحاً.